ليلة مباركة، ليلة القدر فضيلة المفتي. أولاً في هذه الليلة المباركة، لماذا سميت بليلة القدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنها سميت بذلك لقدرها ولشرفها ولجلالها عند الله سبحانه وتعالى ولما فيها من الخير والبركة، فهي ليلة ذات قدر في هذا الشهر الذي هو أيضا ذو قدر. هذه الليلة ليلة مباركة جعلها الله سبحانه وتعالى من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة نورانية تتنزل فيها الأنوار وتتنزل فيها النفحات والبركات. وهنيئا لمن أصابته نفحة من نفحات هذه الليلة المباركة، وهنيئا لمن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما أخبرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا إنسان أحطته الأنوار وأحطته البركات، لأنه وفق من الله سبحانه وتعالى لقيام هذه الليلة المباركة. فليلة القدر ليلة عظيمة، المسلم حريص على أن يعني يتعبد ربه في هذه الليلة المباركة.